لو الحكاية فيها إن فيديو لو عايزين حضرتك تطمننا النهارده على الوضع الامني في جامعه الازهر كان ماشي ازاي؟ الوضع الامني هادي تماما زي ما انت شايف من صباح اليوم حتى الان الطلبه ابتدت تنصرف في الجامعه ما فيش اي مشاكل. بالنسبه فندم لتامين الامتحانات وورق الاسئله والحاجات دي هيتم ازاي ان شاء الله؟ لا دي حاجه خاصه بالسيد رئيس الجامعه وعملاء الكليه ما لناش دخل. يعني الشرطه مش هيبقى لها اي دخل؟ في ايه؟ في التامين، تامين اوراق الغياب والحاجات دي. لا ورجاء الاجابه لسه ما امتحنوش. لجان امتحانات يا فندم. لجان امتحانات هيبقى لينا اجتماع كده مع السيد الرئيس الجامعه ونشوف هنعمل ايه في وقت الامتحانات. طب بالنسبه يا فندم للباب، الباب المدينه الجامعيه اللي تم اغلاقه اللي هو كان هيتفتح، هل في استدعاءات امنيه او في حد تضرر مثلا من الباب فندم فاغلق؟ كان تضرر السيد رئيس الجامعه مدارس الملك فهد اللي قدام على اساسها تم غلق الباب تاني. شكرا جدا.